هذه الكلمات مهداه من والد العروسة لابنته وقرة عينه. جديدا في عالم الصوتيات. هذا القمر لا من حضر شيلات الفرح غموم طرب قدومها الورد فتح والزهر من فرحة بحضورها. يا بدر في نصف الشهر عم المداين نورها ما كان على البيداء بشر متميزة عن غيرها. جوال 006655 88 787. ترقبوا الجديد والحصري في عالم. هذا القمر لمن حضر غموم طرب قدومها الورد فتح والزهر من فرحة بحضورها. يا بدر في نصف الشهر عم المداين نورها ما كان على البيضة بشر متميزة عن غيرها. سألت ربي جيرها من شر حاسد لا نظر في رزته في خطوته في سيرها. هذا القمر لمن حضر غموم طرب قدومها الورد فتح والزهر من فرحته بحضورها. يا بدر في نصف الشهر عم المداين نورها ما كان على البيضة بشر متميزة عن غيرها. بهيبة لمن حضر عم البواد نورها موجوب حر غموم طر والبدر يعكس نورها. هذا القمر لمن حضر غموم طر بقدومها الورد فتح والزهر من فرحته بحضورها. موجوب حر غموم طر والبدر يعكس نورها. هذا القمر نور القمر من نورها. سألت رب جيرها من شر حاسد لا نظر في رزته في خطوته في سيرها. هذا القمر لمن حضر غموم طر بقدومها الورد فتح والزهر من فرحته بحضورها. يا بدر في نصف الشهر عم المداين نورها ما كان على البيضة بشر متميزة عن غيرها. يا بدر في نصف الشهر عم المداين نورها ما كان على البيضة بشر متميزة عن غيرها. 687 687 ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتيات ليس الوحيد.